شوفوا لي هذا الحلو وشوفوا الطبقات. شوكو تورتا، كيكة أرجنتينية بدون بيض وبدون فرن وبأربع مكونات بس. المكون الأول علبة حليب مكثف محلى بس راح نكرمله بجدر بيه مي حار على نار وسط لمدة ساعتين ونص، بس لازم دائما المي يغطي العلبة وننتظرها تبرد زين قبل ما نفتحها حتى ما تطق بوجهكم. وبكاسة حطيت جبنة كريمية وحطيت الحليب الكرملنا اللي هو دوتشي ديليتشي ونخبطهم سوا، وراح نحتاج بسكت بطعم الشوكلت وأي نوع قهوة سريعة التحضير. وخلصت المكونات، راح نبدي نرتبهم. استعملت معون مربع وعميق وقياسه 20×20 ونقعت البسكت بالقهوة وبلشت أرتب الطبقات، طبقة بسكت وطبقة كريمة. أنا صار عندي 5 طبقات بسكت، ممكن تسووها 4 إذا تحبون الكريمة تبين أكثر. وتقريبا خلصنا، هاي آخر طبقة. ما تتخيلون إيش قد سهل وسريع، بس يراد لترتيب طبقات. بيأكل هذا بالكاسة أطيب شيء. حطيته بالثلاجة بس يبرد شوية وحضرت القناش اللي عبارة عن شوكلت شيب وكريمة حارة حتى يذوب الشوكلت. طبعا هاي إضافة من عندي. ممكن تحطون كاكاو باودر او البسكت الباقي نكسره ونحطه على الوجه، او ممكن ما تحطون اي شيء. وسكينة نقعها بمي حار ونقطع حتى نحصل هذا الشكل الحلو.